بنبدأ معاكم يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بنبدأ معاكم كمان بموضوع لطيف جدا الحقيقة، وبني آدم يعني كل واحد مننا كده الشخصيات بتاعتنا كلها عبارة عن مجموعة من الصفات احنا والناس اللي بنتعامل معاهم، ودايما كل حد كده بتختلف عنده الصفة المفضلة او الصفة اللي ما بيحبهاش او ما بيستلطفهاش، ان كان برضو في نفسه او في الشخصية اللي قدامه. طيب لو جينا سألنا نفسنا كده، ايه الصفة اللي احنا محتاجينها في نفسنا عشان نعرف نحافظ على علاقتنا بالآخرين؟ هتلاقي إجابات أعتقد أنها تكون مختلفة. يعني هنلاقي حد ممكن يقول مثلاً أن أنا أقف على مسافة واحدة مثلاً من كل الناس، حد يقول أنه ما ثقش زيادة في حد، حد يقول أنه تكون نيتي كويسة للناس كلها. يعني أعتقد الإجابات هتكون مختلفة. فسؤال حلقتنا النهاردة اللي بنبدأ بيه حلقتنا مع حضراتكم هو، إيه الصفة اللي احنا محتاجينها في نفسنا أو اللي بيحتاجها الإنسان في المجمل للحفاظ على علاقته مع الآخرين؟ بس خلينا نعرف من شاذلي الأول، إيه الصفة اللي بيحتاجها الإنسان للحفاظ على علاقته بالآخرين؟ هو الموضوع بيتوقف في الأول على فهم الإنسان لنفسه. يعني يعرف هو الأول شايف الناس إزاي، وصفاته الحلوة إيه زي ما كنت بتقولي، والصفات الوحشة اللي فيه إيه، وهنا بيقدر يفهم نفسه ويقدر يفهم الآخرين. بشكل عام العلاقات أياً كان نوع هذه العلاقة، علاقات اجتماعية، علاقات أسرية، علاقات زمالة في العمل، فلازم يكون في صفات، وفي صفات مشتركة بالمناسبة للحفاظ على علاقتنا مع الناس. بالنسبة لي أنا شايف أنه النية الصافية دي تعتبر أهم صفة عشان أقدر أحافظ على علاقتي بالقدامي، أو أن أنا أفضل على علاقة بالقدامي لو لقيت فيه هذه الصفة، نكون نيته صافية في التعامل، كنا قاعدين بنتكلم مع بعض، ما كنش قاعد كده وقلقان من الكلام، اخد بالي من الكلام اللي بقوله معاه، لا ابقى قاعد على راحتي بتكلم بطبيعتي، مش حامل هم كلمه بيقولها بيرميها عشان ياخد من وراها قصد انا ما اعرفوش. وبالمناسبه النية الصافية ملهاش علاقه بالشخص ده، يعني انت والشخص ده بتحبوا بعض قوي او لا، اصحاب قوي او لا، هو في حاجه اسمها نيتي صافيه او انا شخص محترم بحترم الكلام اللي بيتقال قدامي او بحترم الشخص اللي قدامي، فده معناه زي ما انت بتقول انه لا اخد الكلام بمعنى مغاير، ولا انا اروح انقل الكلام ولا غير الكلام، واتمنى الخير عامه للناس. يعني النية الصافية دي كده مجموعه حاجات حاجات كتيره فعلا. دي حاجات كتيره. وفي حاجه كمان برضو من ضمن الحاجات، ان انا اسيب مسافه. كان عندنا دكتوره من كام يوم برضو فتنا في صباح الخير يا مصر في علم الاجتماع، وكانت بتتكلم عن ان احنا لازم نسيب مسافه بين الازواج، متخيلين؟ يعني الزوج وزوجته يسيبوا مسافه بينهم وبين بعض، يسيبوا مساحه. فتخيلوا بقى في علاقاتنا الاجتماعيه، وعلاقاتنا مع الزملاء في العمل، علاقاتنا مع اصدقائنا، علاقاتنا مع الناس كلها، لازم يكون في مسافه، يكون في قدر من الخصوصيه. لكن ارجع واكد ان هي صافيه، او زي ما احنا بنقول دلوقتي ايه، السلكان. صحيح، احنا دايما بنقول كده دلوقتي عشان الشباب الجديد اللي هو 15 سنه يقول لك السلكان. صح. فلازم الانسان يكون سالك كده وهو بيتعامل مع الناس، ما يكونش بيحمل اي ضغينه وهو بيتكلم مع الناس، ما يكونش من وراء كلامه قصد الناس ما تفهموش او اللي قاعد قدامه ما يفهموش، لا لازم يكون واضح وصريح ونيته صافيه. صحيح. بالنسبه لك صفات ولا صفه؟ لا صفات الحقيقه، صفات. لا هي صفات. طب احنا هنختار صفه واحده عشان السؤال بيقول صفه. طيب يعني معلش، طب انا بما اني مذيعه ممكن اختار اثنين؟ لا والله بص، هو زي ما انت قلت كده المسافه، الاول اقدر اصلا قبل ما اختار الصفه اقدر انا علاقتي باللي قدامي ايه، ابقى عارفه مكاني بالظبط عند اللي قدامي ايه، وكمان انا عايزه اكون في حياه هذا الشخص ايه، واتعامل على اساس بقى الموضوع ده. يعني انا حتى الناس كلها زي ما انت قلت نقف على مسافه، يبقى خلي فيه مساحه، حتى لو حد بنحبه جدا نخلي فيه مساحه ما نخنقش اللي قدامنا، نسمع كويس قوي للي قدامنا، نديله وقت، دي حاجه كمان مهمه جدا. ده بالنسبه للناس القريبين. الناس اللي مش قريبين زي ما انت قلت ان هي الصافيه، التعامل من غير نفاق ولا رياء عشان اللي قدامك ما يتوقعش منك زياده او اقل فتدخل في مشكله اكبر، لان التوقعات دي بتعمل مشاكل كتير قوي، زي ما بيقولوا كده الاكسبكتيشنز دي بتعمل مشاكل كتير جدا ان كانت اقل او اعلى. مظبوط. فيعني العلاقات عامة عشان نحافظ عليها هي محتاجة مجهود، ومش معنى ان انا عايزة احافظ على علاقة يبقى لازم علاقة تكون قريبة لقلبي او قريبة مني، ممكن حد انا بحترمه، شخص انا بحترمه، اقدره، شخص عنده علم، شخص يعني مش لازم خالص شخص يكون بحبه قوي. يعني في نقطة بقى تانية غير موضوع، يعني هطلع شوية بره الصفة اللي بيحتاجها الانسان للحفاظ على علاقاته دي، فكرة انه انا خلينا نقول انا ما بحبش حد، او مش ما بحبش، ما فيش يعني بينا ود، مش حابين بعض، بتحصل. تمام. في مشكله انه احنا ساعات بندي نفسنا الحق ان احنا لما بنحبش حد نسمح ان حد يتكلم عليه قدامنا، او نسمح انه
احنا نفسنا نتكلم عليه وننتقده. لا على فكره هو الاحترام فعلا ملوش اي علاقه تماما بالحب. الاحترام والاحترام ده مبدئيا بيكون لنفسي قبل ما يكون للشخص اللي قدامي. فلو انا بحترم نفسي بعيد انا بحب الشخص اللي قدامي او لا، في قواعد عشان نعرف نتعامل مع ناس باحترام. الحب ده مرحله تانية خالص. فاعتقد دلوقتي احنا فعلا محتاجين ان احنا نعيد تقييم فكره الصفات اللي احنا بنحتاجها عشان نتعامل مع بعض، لان الدنيا فعلا دلوقتي بقت متسارعه جدا يا شاذلي. بقى في حاجات كتير يعني خارجه عن ايدينا، ممكن تضايقنا، ممكن تضغط علينا، فحاسه ان احنا اللي بنهون على بعض واحنا اللي بنصعبها على بعض في نفس الوقت كمان. مظبوط. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ايه الصفه اللي من وجهه نظر حضراتكم نحتاجها عشان نقدر نحافظ على علاقتنا بالاخرين؟ مستنيين اجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده ونستفيد ونحافظ على علاقتنا ببعض. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.